الأميرة أماني رودس الأولى أو الكنداكة أماني رودس الأولى اسم لواحدة من أعظم أميرات الإمبراطورية الكوشية في كل عصورها. شغلت أهم المناصب السياسية والدينية في فترة الأسرة 25 السودانية الكوشية التي حكمت مصر وتمددت حدودها حتى القدس. وقد شغلت منصب حاكم مصر من الأقصر نيابة عن والدها الملك كاشتو مؤسس الأسرة 25. وقد عاثرت إخضاع شقيقها الملك بعنخي لتمرد ملوك بلتا مصر وبسط ابن أخيها الملك تهارقة سيطرته على القدس. وكان هذا عندما وصلت سناد خيولنا السودانية إلى شط البحر الأبيض المتوسط ضافتة العدل كما وصفها الكتاب الإغريق. توفيت الأميرة أماني رودس بمصر أثناء فترة حكمها لمصر ودفنت بمنطقة حابو غرب الأقصر في معبد رمسيس الثالث، وظهرت مومياء الأميرة في متحف الفاتيكان. ولا ندري كيف ذهبت المومياء ومن صاحب الحق في منح هذا الإرث السوداني لهذا المتحف أو غيره. المطالبات بعودة مومياء الأميرة إلى السودان ازدادت وتيرتها وأصبح صوتها عاليا، حيث تبنى هذا الطلب إعلاميون وفنانون ونشطاء، تتقدمهم الفنانة نانسي عجاج ولفيف من أصحاب الوجعة. فهل تعود المومياء إلى متحف السودان القومي لترتاح بين أسرتها، حيث تقف تماثيل الملوك تهارقة وتنوتمون واللماني الشامخة؟ وهل يستطيع متحف السودان القومي أن يقوم بالتجهيزات التقنية الكافية للمومياء للمحافظة على هذا الإرث القومي؟ هذه الأسئلة والمناشدات موجهة للجهات ذات الصلة والاختصاص، رئاسة الجمهورية، وزارة الخارجية، وهيئة المتاحف القومية. خطوة وهي بتعدي ونظراتها فيهم تحدي وكلماتها، أنا حافظة عندي شعار وهوية، هي جميلة لكن قوية، هي بسيطة هي دغرية، هي عظيمة هي حربية وسودانية. يا ناس الله عليها توبة لا يد عليها، والحنة في إيديها سودانية. أنا بروفيسور سامي بشير بفع الله، وأيد الحملة الداعية لاستر